يقول في بلدنا مسجد صغير لا يسع المصلين، فبنينا مسجد كبير ولله الحمد بجوار القديم بأمتار معدودة، والآن القديم مهجور. اقترح البعض أن يكون مدرسة لتعليم القرآن والعلم النافع، والبعض اقترح أن يكون صالة للمناسبات الاجتماعية والأفراح والمآتم، وكل ذلك بعد إعادة بنائه لأنه متسطع، فأيهما أولى؟ إذا كان البلد فيه جهة مسؤولة عن المساجد فراجعوا الجهة المسؤولة عن المساجد، أو القاضي إذا كان فيه قاضي شرعي راجعوا، إذا لم يكن فيها جهة مسؤولة ولا قاضي شرعي فتجتهدون في هذا، يجعل لتعليم القرآن ما يجعل للمآتم والحفلات، لا يجعل لتعليم القرآن، لأنه وقف، هو وقف يستعمل لأمور شرعية ولا يستعمل لأمور لا تناسب.